اقرم القرآن وهبوا له الأموال والأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم ليكون من غرس الهدى بستانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. زرعت سطور النور بين شفاههم فتحولت مسكا يفوح بيانا. يا أمة القرآن إن كتابكم دستور دنيا شامخ البنيان. نسألك يا ربنا بحق كل آية قرأت أن ترحم لنا جميعا كل موتانا، وأسكنهم يا ربنا بفضلك شفاعة المصطفى سيد ولد عدنانا، وأسكنهم برحمتك يا ربنا من لدنك فسيح جنانا. أيها الإخوة المؤمنون، مشاركة لآل ربيع الأكرمين أصحاب الخلق الرفيع والواجب البديع، هيا بنا لنواصل الليلة القرآنية تكريما للراحل الكريم الحاج حسن أحمد ربيع، مشاركين أسرة المرحوم الكابتن عبد القادر ربيع والأستاذ أحمد عبد القادر والأستاذ محمد عبد القادر ربيع، ومشاركين أيضا الأستاذ مصطفى رفعت ربيع والسيد النائب محي بيك رفعت ربيع، ومشاركين الحاج السيد رفعت ربيع والحاج ياسر رفعت ربيع، وأيضا مشاركين الأستاذ دياب والأستاذ طلال ياسر رفعت ربيع في ليلة القرآنية نسعد فيها الآن باستماعنا لقطب الدائرة وبركة المكان بين أهل القرآن فضيلة القارئ الشيخ أحمد عبد النبي يتلو علينا من آيات الله البينات، فليتفضل مشكورا مقبولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على سفر ولم تجدوا كاتبا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته فليؤدي الذي اؤتمن أمانته
ولا تكتم الشهادة. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والله والله بما تعملون عليم. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته فإن أمن بعضكم ولا تكتموا الشهادة. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في وإن تبدوا أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله
لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك غفرانك ربنا وإليك مصيرنا. يمدف الله نفسا إلا وسعها كسبت وعليها ما اكتسبت. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل والمؤمنون كل آمن بالله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هي خواتيم آيات سورة البقرة التي أمليت للحبيب المصطفى ليلة الإسراء دون جبريل، لذلك قال عنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: نزلت علي الليلة عشر آيات من كنز تحت عرش الرحمن، من اعتاد قراءتها دخل الجنة. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد عبد النبي قطب الدائرة والمكان وكروان أهل القرآن والمقيم بكفر بريش. نقلنا لحضراتكم هذه التلاوة من هذه الساحة الطاهرة العامرة، ساحة آل ربيع أصحاب الخلق الرفيع وأصحاب الواجب أحسن الصنيع، هنا في ليلة تكريم الراحل الكريم الحاج مصطفى الحاج حسن أحمد ربيع رحمه الله.
ورحم الله والده النائب الراحل الحاج احمد ربيع. شاركين هذا الجمع لأسرة المرحوم الكابتن عبد القادر ربيع والمهندس احمد عبد القادر والاستاذ محمد عبد القادر ربيع. مشاركين ايضا الاستاذ مصطفى ربيع ومشاركين السيد النائب رفعت ربيع، السيد النائب محي رفعت ربيع، والحاج السيد رفعت ربيع، والحاج ياسر رفعت ربيع. أيها السادة، فراشتنا الكبرى الليلة المكملة بهندستها الكهربائية والإذاعية، إدارة عمدة الفراشين وعميد الفراشة بالجمهورية بكفر براش والمطرية بالقاهرة الحاج أحمد إبراهيم. وقدم ضيافتنا بوفيه أبو إسماعيل من إسماعيلية ومصورنا الليلة ناصر صلاح. السادة الأحبة الكرام من أهل الواجب من السادة العمد وقضاة المجالس العرفية ورجال الأعمال وكل من شرفنا من ربوع قرى ومراكز محافظتي الشرقية والقليوبية، شكر الله لكم جميعا وندعوه أن لا يريكم مكروها أبدا.